خلوني أروح على موضوع أرى دائما من المواضيع الحلوة والمؤلمة. يعني أنا من الناس دايما أقول يا جماعة أنا أحب أحتفل بالميلاد مش بذكرى الرحيل. في رجل هو من أهم كتاب الأدب المصري وشهرته ذائعة الصيت دائما تأتي في إطار أنه من أهم كتاب السيناريو، بس هو روائي وسيناريست، بل هو واحد من أهم كتاب سيناريو الدراما التلفزيونية التمثيلية المسلسل قبل ما نسميها الدراما. يعني كلمة الدراما دي أنا مش عارف برضو هي جت لنا مؤخرا كده خلال 20-25 سنة فاتوا. إحنا زمان كنا نقول إيه تمثيلية مسلسل مش عارف، الدراما دي جت مع مش عارف. مهم يعني سيبنا من المصطلح إن هو جالنا منين، مش ده الموضوع. أنا هنا بتكلم على الأستاذ أسامة أنور عكاشة، والذي يحق دائما أن يسبق اسمه كلمة الأستاذ بملو الفم والبق والقلب والصدر والعقل والوجدان. أسامة أنور عكاشة اللي هو بتركيبته وبثقافته وبعقله وبأفكاره غاص جوه المجتمع المصري بكل تفاصيله مع حفظ الألقاب طبعا. وأسامة أنور عكاشة اللي بدأ يحتل مكانة محترمة جدا في كتابة سيناريوهات مسلسلات إذاعية وتلفزيونية أو تمثيليات إذاعية وتلفزيونية منذ ستينيات القرن العشرين، وأصبح الرجل ذائع الصيت، الاسم بتاعه هو ختم الجودة. يعني تيجي تقول الشهد والدموع أسامة أنور عكاشة، ليالي الحلمية أسامة أنور عكاشة، زيزينيا أسامة أنور عكاشة، أنا وأنت وبابا في المشم أسامة أنور عكاشة. أسامة أنور عكاشة كتب يبقى المسلسل ده ناجح مما لا شك فيه. يعني ما فيش أي حاجة ممكن تيجي على بالك فيها احتمال ولو واحد في المليون المسلسل ده هيبقى يعني يمكن إطلاقا. قوة كتابة أسامة أنور عكاشة مذهلة. بالمناسبة انتوا يمكن شفتوا مسلسل اسمه موجة حرة، ده اللي مأخوذ عن رواية، عشان كده برجعك على الأديب أسامة أنور عكاشة. رواية أسامة أنور عكاشة منخفض الهند الموسمي، وإن قرأت رواية تحبها جدا قوي خالص. يعني ما ظنش في حد ما بيحبوش ولا معجب بيه ولا بطريقة. نفسي أعرف هذا العبقري اللي قلما، وده بجد والله العظيم من قلبي مش عشان المناسبة، اللي قلما يجود الزمن بهذا الحجم من الموهبة والعبقرية والثقافة. ده راجل بنى وجدان عشرات الملايين من أبناء الوطن العربي مش مصر بس، عشرات الملايين. معنا على التليفون يعني بنته زميلتنا العزيزة نسرين أسامة أنور عكاشة. أهلا أهلا أهلا. يا أهلا يا أهلا أستاذ يوسف، أنا سعيدة أني مع حضرتك معاك، يعني أنت زميل عزيز طبعاً. أنا مش عارفة أقول لك يا الكلام اللي بتقوله، يعني أنا كنت أكاد أبكي وأنا سامعة كلامك. لا 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 خالص، أولا ما ينفعش تقولي أستاذ لأن إحنا زملاء فما فيهاش أستاذية على الإطلاق، ولو كلمة أستاذة اتحطت تتحط في الحديث بتاعنا ده على الأستاذ أسامة فقط لا غير، فلا هقول لك يا أستاذة ولا تقولي يا أستاذ، الأستاذ في حديثنا هو الأستاذ أسامة لأنه ده أستاذ الأساتذة يعني. أصيل تسلم. والله دي الحقيقة. نسرين خليني هسألك على السؤال اللي أنا بطرحه، إزاي الأستاذ أسامة عرف يعمل تشريح للنفس الإنسانية بتاعة المجتمع المصري بهذا الشكل؟ بالمناسبة القادرين على ذلك في الأدب العالمي حتى قليلين. أنا أتصور إن هو بابا من الصليقة كده، يعني هو من الحالات الإنسانية الاستثنائية اللي بتعدي كل فترة. وأتصور إنه الظروف القدرية اللي هي عاشها من أول ولادته يمكن ومن طفولته
كانت ليها عامل كبير في تشكيل ده جواه، تشكيل ده انه يقدر يقرأ كل ما هو حوله يعني وكل من هم حوله. طلع عنده بالفطرة النهم والشغف للمعرفة أكتر ولقراءة الناس وعقولهم ووجدانهم. الظروف بالإضافة لده حطته في يعني ظروف اجتماعية معينة يتم وما إلى ذلك، خلته يدخل في ده أكتر ويستغرق فيه فيقرأ فيكتسب أكتر حرفة التحليل والقراءة الناس شوية، والظروف ساعدته أكتر إنه يتجول في كل حتة في مصر. فده أثقل أكتر الحتة دي عنده، يعني زي ما بتقوله عنده موهبة وظروفه بقت تثقلها كل يوم عن التاني. بعد كده بدأ يأصل ده أكتر وأكتر بدراسة جامعية تتناول النفس البشرية وعلم الاجتماع، بدأ يقرأ أكتر بتوسع أكتر وأكتر وهكذا. الموهبة الاستثنائية دي اللي هو اتولد بيها ممكن تكون مش عند ناس كتير، بتبقى حاجة من عند ربنا، لكن الفكرة انه في بقى حد بيدرك ده من بدري ويبدأ هو يبقى عنده الاهتمام الزائد انه يطور الحاجة اللي هو حاسس بيها جواه. هو بابا اشتغل على نفسه بشكل تلقائي لما لقى ده جواه وحب الناس، واعتقد انه ده جزء اساسي انه هو كان بيحب الناس، بيحب يفهم الناس، بيحب يتعامل مع الناس. ده اللي خلاه مع الوقت يبدا يشبك كل العوامل اللي قلناها دي، فيبدا يحلل تركيبه البني ادم المصري. صحيح. لانه حبه، لانه حس بيه، لانه فهم يعني كل تشكيله في كل ملامح الانسان المصري بمزيج كده من التحليل النفسي وتاريخ الانسان المصري وكل ما قراه، اجتمع عنده كله عمل الخليط ده عشان يحب البني ادم المصري ده اكتر واكتر ويبدا يحلله اكتر. طبعا هو ترجم هذا الخليط في ارابيسك على لسان ربنا يديله الصحه صلاح السعداني بشكل مذهل على مساله الخلطه المصريه. لكن خليني اسالك، هو انا اعتقد مفيش حد ينفع ما يحبش اسكندريه، بس على ما يبدو الاستاذ حب اسكندريه اكتر مننا كلنا واطلق ليها، بعيدا عن انه كتب عن اسكندريه، لا هو كان في صرختين تحذير متعلقتين باسكندريه قبل اي حد. بابا أتصور أنه برضو لأنه قاري تاريخ، فده كان عامل أساسي لما لف في اسكندرية نفسها من صغره وقرى تاريخها من ضمن تاريخ مصر اللي استغرق فيه، فهو أدرك فكرة خصوصية اسكندرية بدري قوي. لكن كمان هو بابا كان عنده رؤية طول الوقت فيها قدر من الفلسفة أو العمق، وده برضو من بدري قوي. فأعتقد أن الفلسفة والعمق دول تجلوا قوي في فكرة عامل الزمان والمكان، يعني المكان عنده في اسكندرية، الجغرافيا ما كانش ليها تأثير قليل، البحر المتوسط وتأثيره والتقاء الثقافات عبره، والحاجات دي كلها برضو هي جات نتاج أنه قاري بتحليل، وانه ربط القرايه والتحليل ده بمشاهداته الحقيقيه على ارض الواقع وهو بيلف في اسكندريه نفسها وهو قاعد على بحر اسكندريه. العشق اللي وصل ليه لعروس البحر المتوسط ده ما كانش من فراغ، لانه كان كل ده مربوط ببعضه في وجدانه، انه انا مش بحب بلد بس بحرها حلو، ولا هي من اميز ما اماكن مصر بس، هي من اميز ملامح التاريخ المصري. هي التقاء ثقافات شكلت حتة مهمة في الأرابيسك بتاع مصر ده، هي التاريخ وزمانا مهم جدا في تحليلنا لشخصيتنا احنا، وجغرافيا يعني مهمة بنفس القدر في ان احنا نعرف قيمة المكان ده ايه والأرض دي ايه، وبالتالي انت تقدر تحلل على أساس تاريخها ده كتير من اللي جاي. بشر عامر عبد الظاهر، بصي هو اصلا هيفضل طول الوقت الاستاذ دايما حاضر في اذهاني كله، زي ما كنت بقول هو شارك في بناء جزء ضخم جدا من وجدان ملايين المصريين والعرب، ويمكن ده جزء برضو من عبقريه الاستاذ اسامه انور عكاش. انا بشكرك جدا 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 يا نسرين، كل الشكر لزميلتنا العزيزه نسرين اسامه انور عكاشه.